في ليلة عاصفة انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ في المنزل. اندلعت شمعة وحيدة في الغرفة وبدأت الأصوات الغريبة تتعالى من الخارج. لم يكن هناك أحد في المنزل سوى الشخص الواحد، لكنه بدأ يسمع خطوات تقترب من الباب. دقات قلبه تسارعت، وعندما فتح الباب ببطء لم يجد أحداً، لكن الشمعة انطفأت فجأة وسط ظلام دامس، وسمع همسات تحيطه تزداد. أصبحت الهمسات أكثر قوة ووضوحاً، كأنها تنبعث من كل اتجاه في الغرفة. الشخص حاول التنفس ببطء وتجنب الذعر، ولكن الظلام المحيط به جعله يشعر بالضياع. سمع صوتاً مرتفعاً يتسلل إلى أذنه، صوت يشبه ضحكة مخيفة تعلو فوق صرخات العاصفة. حاول الهرب، ولكنه تعثر بباب الغرفة وسقط على الأرض. ثم بصورة غامضة عادت الأنوار فجأة، وكان الشخص وحده في الغرفة، ولكنه شعر بشيء غريب حدث له. نظر إلى المرآة المعلقة على الحائط، وكان ما رآه يصدمه. وجهه كان مشوها بتشوهات مرعبة وعيون حمراء تلمع في الظلام. اندلعت صرخة رعب من حنجرته وتجمد في مكان وهو يراقب وجهه المشوه في الزجاج، لكن عندها همس صوت خفيف وسط الغرفة. آنهت، علم أنه لم يعد وحده. ارتفعت درجة الرعب في قلب الشخص، وعيناه لاحظت شخصاً آخر يظهر في المرآة وهو يقف خلفه. لم يكن لديه الشجاعة للالتفات ومواجهة تلك الوجوه المرعبة، لذا حاول التنفس بعمق والهدوء نفسه. فجأة انقطعت الأنوار مجدداً، وسمع ضوضاء غريبة تملأ الغرفة. عندما عادت الأنوار وجد نفسه وحيداً في الغرفة، ولكن هذه المرة كان هناك شيء غريب على الحائط. كانت هناك صورة له، ولكنها كانت تظهره بتشوهات مرعبة وعيون حمراء تماماً مثل ما رأى في المرآة. شعر بانهيار داخلي، حاول التخلص من تلك الصورة المرعبة، ولكنها لاحقته حتى في أحلامه. تحولت حياته إلى جحيم، حيث لم يعد يستطيع التفرقة بين الواقع والكواليس. انغمس في جنونه الخاص واختفى من عيون الناس، ومنذ ذلك الوقت يقال أن البيت لا يزال مسكوناً بوجوه مشوهة وأصوات همسات مرعبة، ولم يعثر أحد على أي أثر للشخص الذي عاش فيه يوماً.